طوابير من البلجيكيين من مختلف الأديان تجمعت لحضور فعاليات النسخة الثانية من مهرجان السلام الذي عقد في بروكسل بحضور شخصيات دينية وسياسية وثقافية. مجتمع البلجيكي طالب مثل هذه المبادرات، وبالتالي الدورة الأولى كانت نجاحا واسعا، فبناء على هذا النجاح ارتأينا أن نقدم الدورة الثانية لأكبر بحجم أكبر. نحن نريد السلام، ويجب أن نتحد ويظهر أننا نستطيع أن نعيش معا في ظل التنوع الثقافي. فعاليات المهرجان من ندوات وأعمال فنية حملت رسالة للحب والسلام بين جميع شرائح المجتمع البلجيكي، وخاصة أن الفعاليات تأتي عشية إحياء ذكرى تفجيرات مارس من العام الماضي، وفي ظل تساؤلات مطروحة على الساحة الآن حول ما قدمته السلطات الحكومية والدينية لمواجهة التطرف والإرهاب. اللهم صل على الجالية الإسلامية في بلجيكا، تقوم بمبادرات للحوار، مبادرات لكي نوضح للناس أننا ضد العنف، ضد الإرهاب، مع التعايش، لم نقف مكتوفي الأيدي. مثل هذا المهرجان، مهرجان السلام فيستيفال، يعني دعونا غير المسلمين من البلجيكيين لكي نحيي هذا التعايش في نفوس الناس. بالنسبة للأمن، ربما نقول أن السلطات الحكومية قامت بالكثير ولكن لم تفعل المطلوب لمساندة مثل هذه المبادرات التي تعد أفضل رد على تفجيرات بروكسل، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأنشطة ويجب أن ندعمها. هذا النشاط يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي شهدتها بلجيكا في أعقاب تفجيرات بروكسل في مارس من العام الماضي، فعاليات أشرفت عليها السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الدينية والثقافية والاجتماعية، وذلك من أجل ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي ونبذ العنف ومواجهة الفكر المتشدد. ومنذ تفجيرات العام الماضي أجرت الحكومة تعديلات تشريعية، ومنها ما يتعلق بقوانين الضبط الجنائي وسحب الإقامة والامتيازات المالية من المقاتلين الذين سافروا إلى مناطق الصراعات، إلى جانب نشر أعداد كبيرة من الجيش والشرطة، بينما أطلقت المنظمات الإسلامية مبادرات وشاركت في فعاليات تؤكد على التضامن وتعزيز التسامح والوسطية ونبذ العنف. عبد الله مصطفى، الحرة، بروكسل.